مذهب السنة. السنة عند الفقهاء هي كل ما يقابل الواجب من العبادات، وقد تطلق على ما يقابل البدعة. ويعرف الأصوليون السنة بأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. وتنقسم السنة عند الجمهور من حيث عدد روادها إلى سنة متواترة، هي كل خبر بلغ رواته في الكثرة مبلغا يستحيل معه اتفاقهم على الكذب، وسنة الآحاد، وهي ما كان رواتها ثلاثة فأقل في كل طبقة أو كل جيل. كما تنقسم السنة من حيث درجتها إلى سنة صحيحة وسنة حسنة وسنة ضعيفة. وهناك ما وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه الموضوعات. والسنة هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ومن ثم فإنها تقسم من حيث العمل بها إلى قسمين: سنة أخذها هدى وتركها ضلالة، مثل صلاة العيدين والآذان والإقامة وصلاة الجماعة. سنة أخذها حسن وتركها لا بأس به، مثل طريقة قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقعوده وملبسه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وهي بذلك بمعنى المندوب، إذ هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ولا ذم على تركه.